هل يمكن أن تصعد؟ من الواضح بأن هذه المجموعات عدائية وهذه هي الميليشيات عدائية تجاه التحالف، وسوف تستمر بالتخطيط لهجمات ضد قوات التحالف والقوات الأمريكية. القوات الأمريكية وقوات التحالف لديها الحق بالدفاع عن النفس. طبعا أن قوات التحالف لا تهاجم الميليشيات، بل الميليشيات هي التي تهاجمنا، وعندما نهاجمهم فإننا نكون ندافع عن أنفسنا أو عن القوات الأمريكية أو عن شركائنا العراقيين. وبالتالي فإن هذه الميليشيات في سوريا، طبعا في شرق سوريا، هم كانوا لهم دور طويل الأمد وقصير الأمد في هزيمة داعش في تلك المنطقة. هناك بعض عملاء داعش يعملون هناك في سوريا، ولكن لن أذكرهم بالأرقام، ولكن على الأقل مهما كان عددهم فإنه كثير. وطبعا التحالف الدولي سوف يستمر بملاحقتهم. التحالف في العراق طبعا قد أتى بدعوة من الحكومة العراقية لهزيمة داعش في المناطق العراقية والسورية. طبعا نحن نعمل مع شركائنا، مع قوات البشمركة ومع أيضا القوات العراقية لهزيمة داعش. هذه الهجمات من الميليشيات الخارجة عن القانون تعطلنا عن هزيمة داعش.